الجميلة مادلين طبر من مواليد بيروت بلبنان، اتخرجت من كلية الإعلام وبدأت مشوارها كصحفية في عدد من المجلات اللبنانية قبل ما تبدأ مشوارها مع التمثيل، وشاركت كمان بقى في عدد من الأفلام والمسلسلات في لبنان وسوريا قبل ما تيجي على مصر. الأفلام اللي شاركت فيها في لبنان وسوريا منها أفلام زي الشبكة، عودة البطل، كفرون مع المخرج السوري والفنان السوري الكبير دوريد لحام. كانت بداية الفنانة الجميلة اللبنانية مادلين طبر مع الدراما المصرية في بداية التسعينيات، شاركت في مسلسل وداعا قرطبة، لكن البداية الحقيقية ليها كانت في عام 1993 مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي وفيلم الطريق إلى إيلات. كاميرا فلاش كان ليها لقاء مع الفنانة الجميلة مادلين طبر واللي كلمتنا عن تجربتها في مسلسل حنان وحنين مع النجم الكبير عمر الشريف والنجم أحمد رمزي. تعالوا نشوف قالت إيه للكاميرا فلاش ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. كتير قوي. حنان وحنين كان تجربة جميلة جمعتني بالأستاذ عمر الشريف وأستاذ أحمد رمزي، عملاقين. يعني أول يوم لا شك أني كنت يعني بقف كده ببص لهم وبنسى أي حاجة تانية، إلى أن طبعا ابتدينا نشتغل. كان عامل دور أخويا أستاذ رمزي، أستاذ عمر الشريف كان جوزي، فكانت شريحة الشغل مع أستاذ عمر أطول وأكبر. سافرنا أمريكا فابتديت المدرسة الحقيقية للنجومية العالمية. راجل الالتزام الشديد، واخد السكريبت بيقرأ في السكريبت وكأنه مبارح بس دخل المهنة، بكل جدية حافظ حواره داخل، عارف الكيو بتاع الزميل ايه، ملتزم التزام يخليك انت تتكسفي من نفسك. يعني مرة نزلنا في نيويورك كانت درجة الصقيع تحت الصفر مش عارفة قد ايه، وانا مأززة من البرد، فنازلة على معادي، انا معروف عني ملتزمة، فلقيت الاستاذ قاعد على الباب، والباب كل ما حد خش كده فيفتح الباب تخش عاصفة تلج علينا. قلت له استاذ عمر ايه اللي مقعدك على الباب وقاعد على حتة كده يعني صعبة جدا؟ قال لي عشان ما تأخرش دقيقة لما يجي الباص. ناس بيخلوك اولا تتكسفي، يعني تعرفي حدود الالتزام وتبقي طبعا ملتزمه، خلاص اداكي درس، وثانيا تتعلمي ازاي الناس دي بقت نجوم عالميه. يعني الله يرحمه استاذ عمر الشريف، ويا ريت يعرضوا لنا حنان وحنين في الدوره القادمه. لا شك اني انا لما جيت نجمه سينمائيه عامله عوده البطل ولعبه النساء والانفجار وكفرون، ما كنتش تلفزيونيه، لكن مصر صنعت لي هذا الارث الهيريتاج الكبير من الاعمال التلفزيونيه. بدات بالتاريخي ولاتقان اللغه العربيه، فخدوني اولا للغه العربيه، وبعد كده بقت حبه حبه ابتديت اخش البيت المصري بمسلسلات مصريه. عشرت عمر 30 سنه من النجاحات المدويه والنجاحات العاديه. لو بصيت لورا كده عمري ما اقول اني ما حققتش اللي انا كان في دماغي، الحمد لله. طبعا الانسان دايما طماع وعايز اكتر، بس الدراما المصريه صنعت نجوميتي التي لن تزول باذن الله. للاجيال اللي جايه هيعرفوني من اعمالي. زعلانه جدا انه مش معقول على الاقل في رمضان انه ما يكونش عندنا اعمال دينيه، يعني مفروض انه الشهر ده هو شهر تعبد. فلما قدمت ابني ماجا القزويني الامام اللي كان عمله استاذ حسن يوسف، يعني ما اقدرش اقول لك اوصف لك درجه الراحه النفسيه الحلوه وانت بتعملي مرحله متصوفه، لان انا كنت في الاول متصعلقه، كنت ملكه الجبل صعلوكه كده، ثم اتحول الى التصوف والى الايات والى عشق ربنا. فمثل هذه الاعمال نفتقدها بشده، يعني ليها قيمه وليها اهميه في تربيه النشء والاخلاق الحلوه. معرفش ليه مره واحده ما عادش حد عايز يشتغل ديني وتاريخي، يعني هي مفصلين، لانه انا مثلا في الفرسان ما كانش ديني كان تاريخي، ولكن كان رائع. واتمنى يعني ترجع القطاعات الحكوميه، لانه بعوده القطاعات الحكوميه نضمن المحتوى المضمون، مش اشكال دراما مش عارفين جايبينها من اي مريخ. بعد
فيلم الطريق إلى إيلات شاركت الفنانة مادلين طبر في العديد من الأعمال التلفزيونية في الدراما المصرية، منهم مثلا مسلسل الفرسان مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى. كمان شاركت في مسلسل أيام المنيرة وزوجة رجل طموح، زيزينيا وزمن عماد الدين، ولا أحد ينام في الأسكندرية، وحق ميت، وأوراق التوت. وبرغم إلا بداية السينمائية للنجمة مادلين طبر إلا أنها قدمت عدد قليل جدا من الأفلام السينمائية في مصر، منها مثلا فيلم الجسر في عام 1997، وغابت فترة طويلة عن السينما علشان ترجع مرة تانية في عام 2010 بفيلم محترم إلا ربع، وقدمت بعده مجموعة من الأفلام منها مثلا فيلم شارع الهرم. هنكمل لقائنا مع الفنانة الجميلة مادلين طبر اللي هتكلمنا عن أعمالها السينمائية، وكمان هتكلمنا عن فيلم الطريق إلى إيلات. نشوف ونرجع مع حضراتكم. يعني من اخرهم ريكلام ومحترم الا ربع وشارع الهرم وبرتيتا، وصولا للجسر، ومن الجسر وصولا لحبيبه قلبي جواز سفر امريكاني اللي خدت عليه جائزه احسن ممثله، وبدءا بطريق الى ايلات، مسيره حياه جميله. لكن الطريق الى ايلات علامه قوميه، احنا فخورين جدا في الوطن العربي كلنا فخورين بالنصر الاكتوبري المصري، فهو يعزز قيمة النضال وبيعرفنا على العدو بشكل صح. بقى لي سنين ما شفتش عمل شدني إلا فيلم للأستاذ العظيم علي عبد الخالق، ومؤخرا فيلم لشريف عرفة اسمه الممر. فالحمد لله رجعت لأعمال البطولية. لا للدراما، يعني باستثناء عمل أو اتنين كانوا في رمضان فيهم محتوى، للأسف الشديد للأسف الشديد يعني ما نجحتش، عشان ما اقولش سقطت. لن يكون هناك عودة حميدة للإنتاج الدرامي إن لم يكن هناك إشراف على المحتوى والمضمون، وعودة المصادر التانية اللي هي الحكومية هي تشارك، فهنضمن على الأقل المستوى اللائق، لأنه في أقلام غير عادية اختفت، في مخرجين غير يعني ما يصحش يختفوا، ما يصحش، وأيضا نجوم. فأنا مش عارفة المرحلة دي اللي هي قصقصت أجنحة بعض الأمور وتظبيط، لو أنا تفائلت وقلت إنه العملية هي مرحلة، يعني قد إيه هتطول؟ بقى لنا 3 سنين في البيت ما بنشتغلش، ما ينفعش، يعني هناك أزمة على الباب يعني. في عندي خلصت فيلم قصير اسمه فيلم قصير الأستاذ كريم كبارة اسمه حضن، ودخل على عمل إن شاء الله للنايل المتخصصة اسمه النافذة. كل سنة وانتم طيبين.